لأهم الكلام وأهم الأخبار اللي اتقال عن النادي الأهلي في مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي لنادي الأهلي مورجان: حالة رئيس الأهلي مستقرة ويغادر المستشفى خلال اليومين القادمين. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: قبول اعتذار مصطفى كمال وطارق سليمان مدرب للحراس وعادل مصطفى مدرب مساعد. سوبر كورة: طارق سليمان بعد العودة للجزيرة: لا أستطيع التردد في تلبية نداء الأهلي. يلا كورة: كارتيرون مودعا لجماهير الأهلي: سامحوني على ضياع اللقب. في الجول: مصدر في الأهلي يكشف عن مواصفات خليفة كارتيرون واتجاه لجهاز أجنبي كامل. الشروق: الأهلي يستبعد العرب من المرشحين لخلافة كارتيرون. اليوم السابع: الأهلي يبدأ الاستعداد للمقاولون ويوسف يقود المران بعد إقالة كارتيرون. فيتو: محمد هاني يخضع للفحص الطبي قبل مران الأهلي المسائي. الوفد: علاء ميهوب يكشف حقيقة اعتذاره عن عدم الاستمرار باللجنة الفنية في الأهلي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: 3 برونزيات لكرة الأهلي في بطولة الجمهورية.